بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله متابعينا مشاهدينا الكرام، شكرا الكريبي بن جابر المري. متابعينا ينطلق شوطنا الخامس الخاص بالثنايا في هذا الشوط. طبعا 8 كيلومترات هي المسافة الحاضرة اليوم مع هذه الأسماء ومع هذا السن في هذا الصباح المبارك يوم الجمعة، حيث يتواصل أبناء القبائل في فترتهم الصباحية بوجود هذه الأسماء والشعارات الخطيرة والعملاقة. ننطلق مع هذا الشوط الخامس الذي اندفع بهذا الشوط الخاص بالحيل بالثنايا، خاص بالثنايا البكار. وننطلق مع المركز الأول مع حفلة اللي تحتل المركز الأول، سلطان بن علي بن محمد بن رشيد الاكتبي. هذا هو شعار الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم. ينطلق في هذا الشوط مقدما حفلة على المركز الأول. المركز الثاني الحذرة على المركز الثاني، علي بن راشد بن محسن بن حمد بن عبدان مع المركز الثاني. والمركز الثالث الضبي لراشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري، اسم ارتبط مع الضبية، وبن حباب ارتبط ايضا شعار مع هذا الاسم العملاق. هنا تتواجد الضبية اليوم حاملة ايضا شعار بن حباب في هذا الشوط. نتمنى لك التوفيق بن حباب. المركز الرابع بن جبران يصل على المركز الرابع، والمدينة على المركز الرابع. تعود ملكية المدينة لمحسن بن جابر بن محسن الجربوعي المري. شعار غني عن التعريف حقيقة، يقدم الأسماء العملاقة في كل محفل، في كل ميدان، في كل محلي، في كل سباق. شعار بن جبران يحقق من خلال تواجده الناموس في كل ميدان. المركز الخامس سيدة جار الله بن حمد بن سعيد بن حمد بن جهويل المري على المركز الخامس. هذا ندان الأول متابعينا الكرام. ندان الأول لهذه المجموعة والمراكز الخمسة الأولى اللي صرح لنا بإعلانها، مراكزنا الخمسة الأولى، بينما هناك جوائز قيمة للمراكز الـ10 الأولى في كل سباق، في كل سباق. ونذكر الجميع، أفضل توقيت عندنا في أشواطنا الأربعة الماضية هو شوطنا الأول الرئيسي مع شموع التي حققت أول ناموس في صباح هذا اليوم مع الشعار سلطان بن علي بن محمد بن رشيد الاكتبي الذي قدمها في أول الأشواط، وكان توقيتها 12 دقيقة و48 ثانية جزءا واحدا من الثانية، أفضل توقيت طبعا حتى هذا الشوط وانطلاق شوطنا الخامس. وهذا هو مخرجنا المميز محمد فيضي يقدم أفضل توقيت على شاشة قناة الريان التي تنقل أحداث ميدان الشحانية وسباقها في هذا اليوم. هذا هو شعار بن رشيد، وهذه هي شموع وأفضل توقيت حتى هذا اللحظة. طبعا المجال مفتوح لجميع المشاركين في الأشواط القادمة لكسر توقيت شموع، ولكن يبقى التوقيت حتى هذه اللحظة، وتبقى شموع هي أفضل توقيت في صباح هذا اليوم. الحذرة متابعينا الكرام، علي بن راشد بن محسن بن حمد بن عبدان مع المركز الأول. ينطلق شعار بن عبدان، أحد الشعارات التاريخية المهمة التي تنطلق في هذا العالم الساحر. شعار بن عبدان شعار غني عن التعريف، ينطلق بالمركز الأول بهذا الأداء المميز اللي تقدمه الحذرة على المركز الأول، بينما شعار بن رشيد وينطلق مع دكتور الأصالة شعار بن رشيد وحفلة سلطان بن علي بن محمد بن رشيد الكتبي مع المركز الثاني. المركز الثالث شعار بن جبران، وهنا يتابع هذا الشعار سالم بن جبران، يتابع ويدعمه في هذه الأسماء الكبيرة. هذا هو شعار بن جبران، وهذه المدينة مع المركز الثالث محسن بن جابر بن محسن الجربوعي المري. المركز الرابع أحد الشعارات التاريخية أيضا المهمة
مهمة، وهذه الضبية عليها الرقم واحد. راشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري اسم سجلت حروفه من ذهب. بن حباب، ما أن تذكر بن حباب حتى نتذكر التاريخ، يا ما أن نذكر اسم بن حباب حتى نتذكر تاريخ مهم مهم مع هذا المضمر العملاق، مع شعار بن حباب المتواجد المنطلق مع المركز الرابع وأحد الأسماء المهمة المرشحة في هذا الشوط، بينما المركز الخامس ما عندنا تغيير، ما هناك أي تغيير على المركز الخامس، ووجود شعار بن جهويل مع السيد أجار الله بن حمد بن سعيد بن حمد بن جهويل المري مع المركز الخامس. متابعينا الكرام، تبقى هذه الأسماء في دائرة المراكز الخمسة الأولى، لا تغيير عليها في هذا الصباح الفترة المسائية. نذكر الجميع بانطلاقة الفترة المسائية إن شاء الله الساعة الواحدة. هجني أصحاب السمو الشيوخ والسعادة، الأشواط المفتوحة كما إن شاء الله سنتابع نقلا حيا مباشرا عبر شاشة قناة الريان. الأولى ولا الثانية؟ الأولى بالفعل، مع هذه الانطلاقات الصباحية والمسائية والسباقات المحلية والسباقات الرئيسية في ميدان التحدي، حيث إن شاء الله سنشهد في نهاية هذا الشهر ومع مطلع شهرنا القادم إن شاء الله انطلاقة السباق المرتقب الكبير، الحدث الرياضي المهم الذي سينطلق إن شاء الله في ميدان التحدي، سباق الأمير الوالد، حيث يحضر أبناء الخليج في ميدان التحدي ويتواجدون ويحضرون ويشاركون في هذا السباق الذي يعتبر من أكبر السباقات وأهمها في هذا العالم الساحر، حيث ضخامة الجوائز النقدية والجوائز العينية في هذا السباق، في سباق الأمير الوالد، حيث يتمنى ويطمح أبناء الخليج للحصول على هذه الجوائز القيمة في هذا السباق. نتمنى لكم التوفيق، نتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذا السباق وكل السباقات، حيث ننطلق في هذه الأيام وفي هذا السباق المحلي السابع. اليوم يوم الثنايا، يوم الثنايا، غدا يوم الحيل ويوم الزمول، وبعد ذلك يسدى الستار سباقنا المحلي السابع وتطوى صفحته، لننتظر إن شاء الله سباقنا المحلي الثامن الذي سيبدأ في يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى، مع سن الحقائق وهجني أصحاب السمو الشيوخ والسعادة، ويوم الخميس الحقائق واللقايا، يوم الجمعة والجداع، يوم السبت. والله نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى سباقات جوائز، يا سلام جيب السبوق، بس جيب السبوق وحضرها. الله، غيرت حفلة متابعينا الكرام، غيرت حفلة المركز الأول، غير بن رشيد سلطان بن علي بن محمد بن رشيد الاكتبي مع المركز الأول، مع حفلة القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتحديدا من المرموم، وشعار شموع صاحبة الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم. يعني يا بن عبدان ركز على حفلة، ركز يا بن حباب على حفلة، ركز يا بن جبران على حفلة. اللي تحتل المركز الأول مع الصدارة، وانت يا بن جهويل بعد، وانت يا بن جهويل اللي بالمركز الخامس، ركزوا لنا على حفلة. يعني الناموس حاير إن لم يلوه، والله العظيم غزو مكثف نتابعه في هذا الانطلاق. الله، المركز السادس والسابع والثامن اسماء مهمة. لا والله يا ابن جبران، شوف، ركز شوي يا من حبدان، ركز يا ابن رشيد، الاسماء قادمة يا اخواني. الله، اول الواصلات في هذا الموقف وداخلة في دائرة المراكز الخمسة الاولى، ريادة عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي مع المركز الخامس، ولكن نعود إلى صاحبة المركز الأول، صاحبة الصدارة، صاحبة الريادة، يا بن رشيد الله يعينك، الله يعينك يا بن رشيد. الله،
بن حمدون، بن حمدون تحرك، بن حمدون تحرك مع الحذرة، مع الحذرة، يلا يا بن حمدون، الناموس الناموس، اقتربنا من الناموس يا بن حمدون. بن جبران أحد الأسماء المهمة، الله، سلهودة سلهودة واصلة، حمد بن صالح بن سعيد العذبي المري، مرحبا بالعذبي، مرحبا بالعذبي، المركز الخامس يصل، مرحبا بشعاري بن راية، الشلفة الشلفة، حمد بن راشد بن علي البريس المري، مرحبا مرحبا ابو راشد، شعار بن راية، شعار العابر الفائز بالشوط الاول، الشوط الاول اللي علقت عليه، علقت على العابر، ولكن بن حمدان، التاريخ 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 يحكي قصة الناموس مع بن حمدان، يحكي قصة الناموس مع شعار بن حمدان، يا بن حمدان يا بن حمدان يا بن حمدان يا بن حمدان، الناموس مع بن حمدان حتى هذه اللحظة، العذبي قادم مع سلهودة، مع سلهودة، مع سلهودة ابو حمد، مع سلهودة، المركز الثالث، الله، المركز الثالث، حفلة 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 بن رشيد، حفلة بن رشيد، ومدينة ومدينة بن جبران، ولكن بن حمدان مع المركز الأول، صامد صمود الجبال، صامد صمود الجبال، العذبي العذبي مع سلهودة، تسللت سلهودة، تسلل العذبي إلى مقدمة الشوط، خطف المركز الأول من شعار بن حمدان لينتزع ويحقق الناموس مع سلهودة، حمد بن صالح بن سعيد العذبي المري، أهنيك على هذا الفوز، صباحك خير، جود مورنينج العذبي، صباحك خير مع فوز سلهودة في المركز الأول بعد صراع ونزاع مع شعار بن حمدان، يحقق العذبي هذا الناموس، تهانينا لحمد بن صالح بن سعيد العذبي المري على فوز سلهودة في المركز الأول، تهانينا والناموس المركز الثاني، الحذرة علي بن راشد بن محسن بن حمد بن عبدان المركز الثالث، المركز الثالث، وصلت الباسلية لحسين بن محمد بن حمد بن صافي المري، فالبلاد اللي لها روحي فداك، المركز الرابع، مرحبا يا مرحبا، المركز الرابع المدينة لمحسن بن جابر بن محسن الجربوعي المري، والمركز الخامس جمع عز والفرقة بلاوي، المركز الخامس شعار بن راية، شعار بن راية، نعم، الشلفة لحمد بن راشد بن علي آل بريص المري، شعار بن راية اللي احتل المركز الخامس وفاز معنا بالمركز الخامس، تهانينا والناموس، التوقيت الزمني لحظة وصول سلهودة 13 دقيقة وخمس ثواني، جزئين من الثانية، تهنئة لحمد بن صالح بن سعيد العذبي المري على فوز سلهودة بهذا الشوط، وهذا الشعار بن عبدان، تاريخ تاريخ هذا الشعار، والحذرة علي بن راشد بن محسن بن حمد بن عبدان، توقيتها الزمني هذه الحذرة 13 دقيقة 6 ثواني و7 أجزاء من الثانية، المركز الثالث، هنا وصلت في المركز الثالث الباسلية لحسين بن محمد بن حمد بن صافية المري، توقيتها الزمني كما تتابعون 8 أجزاء من الثانية 6 ثواني و13 دقيقة في هذا الشوط، تهانينا.